يختلف التوقيت الزمني من بلد لأخرى، فكيف تكون ليلة القدر في البلدين؟ نعم، هذا سؤال مهم. من المعلوم أن الليلة المقبلة بالنسبة للمملكة السعودية ليلة 27، وبالنسبة لبعض الدول الذين لم يدخلوا الشهر عندهم ليلة 26 أو ليلة 25، لأن بعض الدول بينها وبين السعودية يومان. كيف تكون ليلة القدر؟ هل نعتبر السعودية أو نعتبر البلاد الأخرى؟ الذي يظهر لي أننا نتبع أول بلد ثبت فيه الرؤية، وذلك لأن أكثر أهل العلم يقولون إذا ثبتت الرؤية بمكان من البلاد الإسلامية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا أن يأخذوا بهذه الرؤية. انتبه يا رجل، عبارة زاد المستقنع: وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وإذا قلنا بهذا صار المعتبر إيش؟ أجيبوا جماعة، أول بلد ثبت فيه دخول الشهر. وحينئذ لا أشكال. إذا لم نقل بهذا القول وقلنا لكل بلد رؤيتهم أو لكل بلد تحت ولاية خاصة فله حكم نفسه، فالظاهر لي أن المعتبر في ذلك بلاد الحرمين، لأن مكة وصفها الله بأنها إيش؟ أم القرى، أي مرجع القرى، لأن الأمة في الأصل المرجع كما قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا كانت الليلة ليلة 27 بالنسبة لمكة فهي ليلة 27 وهي ليلة القدر، ولكن الآخرين لا يحرمون فضلها، لأن إذا كانت الليلة 27 في الحجاز مثلا فهي في الأخرى تكون ليلة 26، ما في مانع أن تكون ليلة القدر عندهم ليلة 26. المهم أن الليلة واحدة، ما يمكن تتعدد، ليلة القدر واحدة. لكن ما المعتبر؟ نقول حسب ما يظهر لنا من النصوص أن المعتبر إذا لم نقل بوجوب الصيام على كل بلد إسلامي إذا ثبت الرؤية في بلد، فالظاهر أن المعتبر إيش؟ نعم، بلاد الحرمين مكة. ولا ضرر أن تكون ليلة القدر في 27 هنا وفي 26 بالنسبة لمن تأخر صيامهم عنا، وفي 25 بالنسبة لمن تأخر يومين. نعم.